blood was completely drained. The male victim's eyes were held open with pins. The female victim was in his arms. اهلا، نقدم في هذه الحلقه قراءه لفيلم البطاقه البريديه القاتله انتاج 2020 من بطوله جيفري دير مورغان واخراج دانيس بانوفيك. يلعب مورغان دور المحقق جاكوب كارون، بحيث ياتي الى لندن بعد مقتل ابنته وصهره ويتوجه الى العاصمه اللندنيه ليبدأ التحقيقات في مقتل ابنته قتلها بشكل منهجي وتقطيع أجسادهم وإزالة يد ابنته. Postcard turned up at a newspaper in Paris and in Hamburg and in Budapest. He announces his arrival in the city with a postcard. يتوجه جاكوب بسرعة للتحقيق في جريمة القتل، ليكتشف أن هناك جرائم مماثلة على الصعيد الأوروبي وبدول مختلفة، مما جعله يقوم برحلة استكشافية من لندن إلى ألمانيا إلى ستوكهولم، ويرأس مجموعة من التحقيقات ويتابعها أولا بأول. يتضح مع متواليات الفيلم أن القتلة يعمدون في القتل إلى طريقة تشبه اللوحات الكلاسيكية المشهورة، وكذلك لوحات أوروبية أو منحوتات أوروبية مشهورة، غالبا ما تضم شخصين في حالة عناق وفي حالة حب. Why do you think he posed him? He was saying something. يقدم القتلة أو يقدم القتلة على التبليغ عن جرائهم عن طريق إرسال بطاقات بريدية إلى الصحفيين بعبارة: الحب لن يموت، الحب لن نفترق، شاهد الأبرياء يموتون. Days to prevent a murder. I will find the answers myself. I don't recommend you do that. You had your chance. على المستوى النقدي، لم يثبت الفيلم خيوط المؤامرة بشكل مقنع على الرغم من طبيعة الجرائم المرتكبة. الكاميرا تركز على الجثث المعلقة لفترات طويلة، وكذلك العديد من التقلبات المثيرة والمدهشة للفيلم، وصراع البطل جاكوب مع الحزن أثناء رغم التصرف باحترافية، وتجاهل البطل لقواعد العمل البوليسي بالمقارنة مع نظرائه الأوروبيين. ويتأرجح الفيلم ببساطة دون أن يأخذ معنى تصاعديا، ويفتقد إلى التوتر المستمر الضروري للمشاهدين، مع الأخذ بتجربة المخرج دانيس بانوفيك في فيلم نومانز لاند سنة 2010، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم أوسكار لفيلم أجنبي. Love, pain, death. على الرغم من جاذبية الممثل جيفري دي مورغان، والذي لم يجلب للفيلم أي جديد، يعطي الفيلم مثالا واضحا عن مخرج يقوم بتنقل كبير في مخاطر صناعة الأفلام التجارية الأمريكية. ويأمل صانع الفيلم الاعتماد على فكرة الإنتاج المشترك وعلى أكثر من وجه سينمائي، وعلى الغوص في فيلم الجريمة والغموض كموضوع للأساسي، وكذلك على الجاذبية الكبرى للممثل جيفري دي مورغان وزوجته فالير التي أدت الممثلة الأمريكية فلورنس جينسون. كل هذه العوامل أخفقت في صناعة فيلم جيد بمعايير إبداعية كبيرة جدا، ويقفز على الكثير من الأمكنة، ولا يقدم أي جديد إبداعي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.